25 عاما على تواجده في صحراء وادي عربة رفقة إسحاق رابين عند توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، 25 عاما أيضا على هندسته لاتفاقية أوسلو للسلام، أعوام حضر فيها يوسي بيلين إما كصانع للقرار السياسي أو كمبادر لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واحد من أهم الشخصيات الإسرائيلية التي بدأت مفاوضات أوسلو السرية، صاغ تفاهمات بيلين أبو مازن لحل الصراع والتي لم ترى أفق النجاح. نناقش هنا في الاستوديو أحد مهندسي اتفاقية أوسلو الوزير الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين بحديث آخر. في عام 1948 ولد يوسي بيلين في مدينة تل أبيب. في عام 84 أصبح سكرتيرا للحكومة الإسرائيلية. في عام 86 عين مديرا لوزارة الخارجية الإسرائيلية. في عام 92 عين نائبا لوزير الخارجية وبدأ مفاوضات اتفاقية أوسلو. في عام 95 وفي عهد إسحاق رابين عين وزيرا للاقتصاد والتخطيط. في ذات العام صاغ مع محمود عباس تفاهمات بيلين أبو مازن لحل الصراع. في عام 2001 شغل منصب وزير العدل في عهد أهود براك. في ذات العام شارك في مفاوضات طابة الفلسطينية الإسرائيلية في مصر. في عام 2004 ترأس حزب ميرتس الإسرائيلي لأربعة أعوام. في عام 2008 قرر بيلين اعتزال الحياة السياسية. نرحب هنا في الاستوديو بدكتور يوسي بيلين، مرحبا بك. مرحبا. دكتور يوسي، قبل 25 عام كنت ترافق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في صحراء وادي عربة عندما تم توقيع معاهدة السلام مع الجانب الأردني. هل وقعت معاهدة السلام لتخدم زمن معين ولتخدم فقط المصالح الأمنية والاستخباراتية؟ ודאי שהאינטרס הביטחוני שיחק תפקיד صحيح أن المصلحة الأمنية لعبت دورا كبيرا لكنها لم تكن الوحيدة ولم تكن حتى المصلحة الأساسية، هي كانت جزء من جهدنا للوصول إلى اتفاق سلام مع كل الجيران العرب لنعيش في هذه المنطقة كجزء لا يتجزأ منه. في إحدى مكالماتك الهاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال لك بأن كل جنازة لفلسطيني في الضفة الغربية يوازيها جنازة في الأردن، هل إسرائيل تجاهلت هذا الرابط أو الترابط في علاقتها مع الأردن؟ هذا لم يكن في مكالمة هاتفية، هذا كان في لقاء شخصي أجريته معه وقال لي في هذا اللقاء، كان هذا اللقاء خلال الانتفاضة، قال لي أن علينا أن نفهم ماذا تفعل الانتفاضة ليس فقط للفلسطينيين وأيضا للأردنيين حيث يعيش الكثير من الفلسطينيين في الأردن، وأنه حينما يتم فتح خيمة عزاء في الضفة الغربية يتم فتح خيمة في الضفة الشرقية وأن الإسرائيليين لا يكترثون كثيرا بذلك. كانت هذه رسالته. الشعور الأردني المستمر هو أن الأردن يؤخذ وكأنها مفهومة ضمنا، أبرمنا السلام مع الأردن والآن بإمكان إسرائيل أن تفعل كل شيء دون أن تأخذ بالحسبان المصالح الأردنية، المشاكل الأردنية، التحديات المميزة لهذه الدولة التي هي دولة كبيرة ولكنها صغيرة في آن واحد. حال اتفاقية أوسلو ألم يبدأ الفشل يظهر منذ السنوات الأولى، فبعد أعوام من توقيعها توترت العلاقة مع الجانب الأردني إثر محاولة الموساد الإسرائيلي تنفيذ اغتيال للقيادي في حركة حماس خالد مشعل آنذاك؟ من الصعب أن نقارن، هذا ليس نفس الأمر. الذي حصل في عملية أوسلو هو مثير ولافت، كانت هناك هزة أرضية حينما العدوين الأكبر التقيا وجلسا وتوصلا إلى اتفاق. من ناحية ثانية الدول العربية التي كانت جزء من مؤتمر مدريد والتي أجرت معنا مفاوضات ثنائية في واشنطن بعد عام 91 شعرت هذه الدول أنه تم تجاوزها والالتفاف عليها أننا نفاوضهم في
مدريد، وأننا نحن والفلسطينيين لا نكشف لهم شيئا عن مفاوضاتنا في أوسلو. هذا الأمر، هذه الإهانة كانت الدافع والمحفز لمفاوضات ثنائية مع دول عربية كالأردن وكسوريا من أجل الوصول إلى سلام. مع الأردن نجح الأمر، وهناك اتفاق سلام كما هو الحال مع مصر، اتفاق ليس بالدافع ولكنه موجود ومستقر وأساسي للطرفين. لذلك أنا لا أقارن الاتفاق مع الأردن كالاتفاق مع الفلسطينيين. يوسي، بالمقارنة باتفاقية أوسلو بأن بعد بضع سنوات بدأ يظهر الفشل، وكان السؤال بخصوص الجانب الأردني بأن العلاقة توترت بعد سنوات من توقيع معاهدة وادي عربة للسلام، حين كان هناك محاولة اغتيال القيادي خالد مجعل وبدأت توتر العلاقة منذ تلك الفترة. ربما أنه يوجد نقطة التقاء، ولكن علينا نأخذ بالحسبان العلاقات مع الأردن هي إلى مدى كبير انعكاس لعلاقاتنا مع الفلسطينيين، سواء كان ذلك في القدس أو مع العلاقة أمام حماس وغيرها. مع الفلسطينيين، الفلسطينيون الطرفان اليمين المتشدد في إسرائيل وحماس والمتطرفين في الجانب الفلسطيني لا يريدون هذا الاتفاق. في إسرائيل لا يوجد أي عنصر يريد منع الاتفاق مع الأردن، لذلك الأمران مختلفان. هناك عنصر متطرف في الأردن لا يريد الاتفاق مع إسرائيل، والعائلة المالكة تواجه هذا التيار بنجاح منذ ربع قرن، ولكن ثمت فوارق كبيرة بين العلاقات بيننا وبين الفلسطينيين. هو أنه في الطرفين يوجد رغبة كبيرة من قبل المتطرفين ضرب الاتفاق، رغبة للأسف الكبير نجحت حتى الآن إذا ما نظرنا إلى باروخ بولشتين، المجزرة في الخليل، أو على إرهاب الانتحاريين في قلب إسرائيل، أو مقتل رابين. ولسعادتي لا نرى الأمر ذاته في الاتفاق مع الأردن. نعم، أنت كنت مقربا من دوائر الحكم في إسرائيل، وحتى في فترات كنت صانع للقرار سواء فيما يتعلق باتفاقية أوسلو أو باتفاقية ومعاهدة وادي عربة. هل عدم تطور اتفاقية السلام مع الجانب الأردني يعود إلى عدم تطور اتفاقية أوسلو في نهاية الأمر؟ لأن الاتفاقية مع الجانب الأردني وقعت بعدما تم الاعتراف بمنظمة التحرير وتوقيع السلام مع الجانب الفلسطيني. بالتأكيد الاتفاق مع الأردن وقع يوما واحدا برؤوس الأقلام بعد اتفاق أوسلو، وهذا كان رمزيا الغضب الإسرائيلي على الفلسطينيين وعلي أنا شخصيا، لأن الأردنيون اعتبروني صديقا، وها أنا أبرم اتفاق مع طرف آخر. أنا قلت لهم أنني لا أدير ظهري لهم، وأن لدينا مصلحة كبيرة بالوصول إلى اتفاق مع الأردن مع الفلسطينيين ومع سوريا، وأنني سأبذل كل ما بوسعي طالما حييت من أجل الوصول إلى اتفاق سلام، وأن اتفاق واحد لا يأتي على حساب اتفاق آخر. ولكن بالتأكيد فيما يتعلق بالمسار الأردني، الاتفاق مع الأردن كان نتاج الاتفاق مع الفلسطيني. أنا لم أكن مشارك في صناعة الاتفاق مع الأردن في أوسلو، أنا الذي قدت المسار. نعم، أنتقل بك إلى اتفاقية أوسلو، أنت أحد أبرز مهندسيها. لماذا فشلت الاتفاقية؟ ألم تولد ميتة دكتور يوسي كما يقول البعض بأنها أغفلت القضايا الجدلية ووضعتها على جانب الطاولة لحل بفترات زمنية معينة؟ الاتفاق لم يولد ميت، لو كان الأمر منوط بي كان بالإمكان الوصول إلى القضايا الأساسية فورا، وأنا حاولت إقناع رابين أن لا نذهب إلى اتفاق مرحلي ولكن إلى اتفاق نهائي. الجانب الفلسطيني، حتى أبو علاء الذي أجريت معه لقاء كان على خلاف معي، أنا قلت له أبو علاء لنسير هذه فرصة حياتنا، كل ما حصل في الحرب الباردة وانتهت، كل ما حصل في حرب الخليج، حقيقة انتخاب رابين وكلينتون في الولايات المتحدة ورغبة عرفات بالوصول إلى اتفاق. أنتم مضغوطون كمنظمة تحرير، ولكن لنجعل هذا الضغط إلى
امتياز وأن نصل إلى اتفاق نهائي. قال لي يوسي: نحن لسنا جاهزون. أنت تريد أن ننشئ الدولة ونقسم القدس ونحن لازلنا بعيدون. والخلاف بيننا كان علني. أنا كنت مع اتفاق نهائي وهو كان مع اتفاق مرحلي. هذا لا يعني أن الاتفاق ولد ميت، لأن الإسرائيليون لم يكن صحيحا أن الإسرائيليون أرادوا إرجاء الحل النهائي وأن الإسرائيليون رغبوا بحل في إسرائيل. بعد مقتل رابين تم انتخاب رئيس حكومة بشكل ديمقراطي، كل هدفه كان إلغاء اتفاق أوسلو. هو لم يلغيه بشكل رسمي ولكن بشكل فعلي هو لم يطور الاتفاق. وإذا ما أضفت إلى ذلك المتطرفين في إسرائيل والمتطرفون في الجانب الفلسطيني الذين بذلوا كل ما بوسعهم من أجل إسقاط هذا الاتفاق، والعنف خلق جو من المعارضة الشعبية لهذا الاتفاق. هذا هو السبب. أوسلو لم يولد ميتا، وأوسلو لم يخلق أوسلو. الذي أتى بأوسلو هو اتفاق الحكم الذاتي مع الفلسطينيين في أوسلو. اتفاق كامب ديفيد مع مصر هو الذي دفع باتجاه ذلك، ومن ثم اتفاق مدريد حيث كان الأساس الحديث عن حكم ذاتي لمدة 5 أعوام. نعم، كما ذكرت أنت أحد مهندسي وأبرزهم اتفاقية أوسلو من الجانب الإسرائيلي. هل أخطأتم في هندسة أساسات هذا الاتفاق؟ مرة أخرى أنا أعود وأكرر، أنا لم أحب أوسلو كاتفاق. هو لم يكن من إنتاجي أنا. دوري كان في السرية. أننا لم نضع بيرس ورابين حتى وصلنا إلى المسودة الأولى، ولكن مضمون الجهد كان يكمن بحل المشاكل التي لم نحلها في واشنطن. واعتقدنا أنه في مسار سري بالإمكان حل المشاكل وإعادة الأمور إلى المسار العلني، وإلياكيم روبنشتين وفيصل حسين سيوقعان على الاتفاق. هذا كان التفكير. لم نحلم أن أوسلو سيقوم باستبدال المسار الأساسي في واشنطن، ولكن بسبب الكيمياء التي نتجت والقدرة على الحوار والسهولة التي كان بإمكاننا تجاوز المشاكل في التي لم نتجاوزها في واشنطن، حولنا الأمر إلى الأمر الأساسي. ولكن المضمون لم يرق لي. أنا كنت لو كان الأمر منوط بي كنت سأصل إلى اتفاق نهائي في عام 93، ولم أكن لأنتظر حتى أيار 99. من الذي بادر إلى المفاوضات السرية، وهل بدأت تتبلور الفكرة بعد إلغاء القانون الذي كان يجرم عقد لقاءات إسرائيلية مع شخصيات من منظمة التحرير الفلسطينية؟ نعم، المسار السري ولد يوم واحد بعد إلغاء القانون، بما يعني أننا شاركنا في هذا المسار بشكل حلال وقانوني. أنا التي بدرت إلى البحث عن مسارات مختلفة. مسار واحد كان في لندن، مسار آخر كان مع الأمريكيين. ولكن تيريا لارسن الذي كان يرأس معهد أبحاث باسم فافو في أوسلو قال لي: إذا ما كنت بحاجة إلى قناة خلفية نحن بالإمكان أن نمنحكم الغطاء. هو لم يكن الوحيدا بالمناسبة. في نهاية المطاف قررت أن نذهب إلى أوسلو إلى القناة مع لارسن، وطلبت من صديقي يائير هيرشفيلد الذي كان يعمل معي في المفاوضات مع الفلسطينيين أن يمثلني، وهو جلب معه أحد تلاميذه روم بوندك ليمثلونني في الاتصالات في أوسلو. من هي الشخصية الفلسطينية الأولى التي التقيت بها في بداية المفاوضات، وكيف كانت أولى الجلسات السرية التي عقدت؟ أنا لم أشارك في مفاوضات أوسلو. إذا ما سألتني من كان عنواني في الجانب الفلسطيني، عنواني في نهاية سنوات 80 وبداية التسعينات كانت عنواني كان فيصل حسيني وحنان عشراوي. كان هناك أشخاص آخرون، ولكن
معهم مع الاثنين كنت بحوار مستمر وبعلاقات صداقة. أنا جلبت فيصل حسيني ليحاضر أمام مجموعة من قادة حزب العمل. أذكر أن ابنه رافقه وأنا جلبت أيضا ابني معي. كان حدثا كبير مليء بالنقد أنني جلبت إرهابيين إلى تل أبيب. ولكن أنا أعتقد أن لكلينا كانت الجرأة أن نتقدم وتقدمنا. لماذا لم تشارك في مضمون اتفاقية أوسلو كما ذكرت، بما أنك كنت في البداية أحد مهندسيها كما قلت مهندسين بالصورة العامة وليس في المضمون؟ أنا لم أكن مشارك لأن في العلاقة الداخلية بين بيريس ورابين، وأنا كنت نائب بيريس، في العلاقة بين الطرفين بين بيريس ورابين كان هناك الكثير من التوتر، لذلك لم أعتقد أنه كان بالإمكان أن أكون شريكا كمندوب لبيريس، وبيريس أيضا لم يكن مشارك بشكل معمق على الأقل في البداية. بعدها حينما فهم رابين أهمية أوسلو وما يمكن لأوسلو أن يغير في المنطقة، هو تجاوز حقده الشخصي على بيريس وعلى رجالات بيريس. شلها طيب مرتبط بموت شخصين، الأول إسحاق رابين ومقتله، والثاني الرئيس الراحل ياسر عرفات. موت عرفات لم يكن عنصرا في وقف العملية. حينما توفي عرفات لم تكن هناك عملية سلمية. عرفات توفي خلال فترة شارون، وشارون لم يكن معني بالاتفاق، ولكن مقتل رابين كان عنصرا أساسيا. ربما إذا ما طلبت أن أضع أصبعي على الأمر الأساسي الذي أوقف العملية السلمية ومقتل رابين. ومن الناحية السياسية، انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة كان الأمر الهام. هناك فرق حينما تقول أن الطرفين أرادا الوصول إلى اتفاق، ربما توصلا إلى اتفاق غير واضح أو ربما اتفاق فشل، ولكن حينما يأتي رئيس وزراء يسمي الاتفاق بأنه كارثة وأنه لن يسمح بذلك، هو بالفعل لم يسمح بذلك. في عام 1995 من هذا العام توصلت مع محمود عباس إلى تفاهمات بيلين أبو مازن. من أين أتت فكرة هذه التفاهمات عام واحد وأكثر بعد أوسلو، ولماذا اخترت محمود عباس لتتفاهم معه؟ هذا لم يكن اختياري أنا. أنا اعتقدت أن اتفاق مرحلي هو أمر سيء جدا. كل جهدي كل هذه السنوات صبت في المحاولة للوصول إلى اتفاق نهائي. حينما فشلت بإقناع رابين أن نحول أوسلو عام 93 إلى اتفاق نهائي، أنا اعتقدت أن دوري يكمن بمحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي حتى قبل الوصول إلى اتفاق الحكم الذاتي الذي يجب أن أذكر أنه وقع في أيلول 95. في أكتوبر 93 سافرت للقاء عرفات، وكان هناك فيصل حسيني وحنان عشراوي وياسر عابد ربه وآخرون. كانت مقابلة مثيرة للغاية، رائعة، وقلت له أريد أن أحدثك وجها لوجه. أنا قلت له أنا نائب وزير الخارجية، ولكنني شخص متوحش، لنصل بهدوء إلى اتفاق نهائي. تعال ألا ننتظر إلى الاتفاق المرحلي، أن نكشف الاتفاق النهائي وأن نحاول إقناع الجميع بالسير باتجاهي. قال لي أنت هذا ما أؤمن به أنا. قلت له بما أن الأمر سري وأنني لن أبلغ أحد بهذا الموضوع، قل لي من جهتك سيكون شريكي في بلورة اتفاق نهائي وكيف علينا أن نعمل. قال لي دون
أي تردد؟ قال لي أبو مازن سيكون معك على اتصال وستعملان سويا. وهذه هي القصة. الأمر استمر عامين، لم نعمل عامين متتاليين، ولكن العملية استمرت عامين من طرف من عمل بشكل مكثف، كان يائير هيرشفيلد وروم بونداك اللذان تواجدا معي في تونس. من طرف أبو مازن كان هناك رجلان يعيشان في لندن. حصلنا على غطاء سويدي. بما أن الأمر لم يكن حكومي تماما كما في أوسلو، كنا بحاجة لمن يقوم بتمويل هذه العملية، لأن كان هناك يجب أن يتم دفع تكلفة تذاكر السفر والأمن. نحن لا نتحدث عن الكثير من الأموال، ولكنها أموال غير متوفرة. الحكومة السويدية هي التي مولت هذه العملية، وللأسف الأمر استغرق أكثر وقت مما كنت أتوقع. واتفاق الحكم الذاتي وقع من قبل رابين وعرفات في 28 من أيلول 95، ونحن أنهينا عملنا حينما جاء أبو مازن إلى مكتبي في تل أبيب يوم السبت 31 من أكتوبر عام 95. أهدرنا شهر، لأننا وقعنا شهر بعد اتفاق الحكم الذاتي. كان بإمكاننا أن نقول أننا توصلنا إلى اتفاق نهائي، وأبو مازن كان الرجل الثاني عند الفلسطينيين، ولكن كان الأمر متأخرا. قلت لرابين أريد أن أعرض عليك شيئا ما قد يكون مهما. أنا كنت أنا ذاك وزيرا للاقتصاد. قال لي متى ترغب؟ قلت له ليس الآن، ولكن بعد عودتي من سفر إلى الولايات المتحدة أريد أن أقابلك. قال أهلا وسهلا. سافرت إلى الولايات المتحدة، ولكن تم اغتيال رابين خلال الرحلة. يعني من كان يعلم على هذه المبادرة لتسوية الملف النهائي كان فقط الجانب الفلسطيني من طرف الرئيس الراحل ياسر عرفات، أما من طرف الإسرائيل لم يكن رابين على علم بتفاصيل ما يجري. صحيح. لماذا برأيك لم تعلم رابين منذ البداية؟ إذا ما كنت سأعلم رابين في البداية أنني أريد أن أصل إلى اتفاق نهائي، كان سيقول لي أنت لست رجلا شخصيا وأغرب عن وجهي. هل كان سيوافق إن رأى مسودة الاتفاق النهائي التي أردت إيصالها للمكتب ولكنه قتل في نهاية الأمر؟ أنا لا أستطيع أن أتحدث باسمه. بعد مقتله كثيرون ادعوا أنهم يعرفون ماذا كان سيفعل رابين. البعض قال أنه كان سيلغي اتفاق أوسلو. لا يعرف أحد. لكن أمر واحد أستطيع أن أقول، أنني بنيت الاتفاق مع أبو مازن من وجهة نظري بالطريقة التي فهمت كيف رابين يرى الأمور. أنا أعتقد أني كنت أعرف أين كانت النقاط الحساسة بالنسبة لرابين. كما قلت للفلسطينيين افعلوا الأمر وفق الأمور الحساسة بالنسبة لعرفات، لأن الرجلان هما المهمان. ولكن تحدثنا حتى في إطار حديث آخر مع مستشار إسحاق رابين دكتور جاك نريا، وقال بشكل واضح بأنه في فكر رابين لم يكن هناك نية لإقامة دولة فلسطينية. ما جئت به بتفاهمات بين أبو مازن كان يتضمن بالأساس دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وسيطرة معينة على القدس الشرقية. بالتأكيد في القدس الشرقية كانت ستكون هناك نوع من السيادة للفلسطينيين، ولكننا أرجأنا، وهو الأمر الوحيد الذي أرجأناه في مسودة أبو مازن، قضية السيطرة الفلسطينية في القدس الشرقية. حينما رابين كان يعارض الدولة الفلسطينية، هو كان يفكر بحل عن كيان هو أقل من دولة، ولكن من وجهة نظري هو كان يريد أن يرى دولة بلا جيش. هذا ما فهمته منه، أنا لا أقتبسه، ولكن هذا فهمي لماذا أراد رابين. في عام 95 لم يتحدث أحد بشكل رسمي على الأقل عن دولة فلسطينية. هذا لم يكن البرنامج السياسي لحزب العمل. حتى بيرس لم يتحدث عن دولة فلسطينية، وكان يفكر بحل ثلاثي مع الأردن، والجميع غيروا رأيهم، حتى بيبي.
وشارون وأولمرت كلهم أصبحوا يتحدثون عن دولة فلسطينية. جاك نيريا يفكر أن رابين كان الوحيد في الحلبة السياسية بين الليكود وبين حزب العمل الذي كان يرفض دولة فلسطينية وكان يفكر بأقل من دولة. هذا غير ممكن. جميعنا تحركنا باتجاه الدولة فيما يتعلق بتقسيم القدس. الجميع تحدثنا عن ضرورة الإمساك بشعفات داخل القدس اليهودية. هذا هراء، هذا كلام فارغ. كلنا جميعنا تحركنا، وأيضا الجانب الفلسطيني تحول وفهم أنه لا يمكن العودة إلى حدود 67 وأنه يجب أن يكون هناك تبادل أراضي. هذا ما حصل عندنا. فهم الجميع أنه بلا دولة فلسطينية لن يكون هناك حل. إذا ما أردت دولة يهودية ديمقراطية وحدود بيننا وبين الفلسطينيين، ماذا سيكون خلف الحدود؟ لا شيء، ستكون دولة. لذلك حصل هذا التحول، ورابين كان أيضا سيغير رأيه. أنه تحدث في أكتوبر 95 قبل وفاته عن حل هو أقل من دولة لا يجعله صقر إسرائيلي رافض لفكرة الدولة. أنا أؤمن وأريد أن أؤمن وأؤمن أنه لو ظل على قيد الحياة لكان سيوافق على الاتفاق بدولة. بما أنك ذكرت بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان على علم بالمفاوضات و الحديث بينك وبين محمود عباس بتفاهمات بيلن أبو مازن، هل يمكن القول بأن الطرف الفلسطيني وافق بشكل مبدئي أو ضمني على ما تم الاتفاق عليه؟ أكيد كان هناك من انتقد في الجانب الإسرائيلي حينما نشر الأمر. كنت أقتل. صعب جدا أن نعرف ما إذا كان هناك قبول فلسطيني. أنا أريد أن أكون حذرا. كل ما لم يتم التوقيع عليه، هناك الكثير من الأوراق والمسودات، ليس كمسودة بيلين أبو مازن. كتبنا على مدار السنوات أوراق كثيرة مع فيصل حسيني، مع ساري نسيبة وآخرون. كانت هناك ورقة في هولندا في نهاية الثمانينات عن طريق وزير الخارجية السابق لهولندا. أنت تسألني عما وافق الفلسطينيون، وأنا قرأت مؤخرا مقال نشر حول حلول ممكنة للقدس، وفي المقال أنا أريد صياغة ماذا كان الفلسطينيون والإسرائيليون في المفاوضات مع كيري وغيرهم، وفي مفاوضات طابق كانوا مستعدون أن يصلوا إلى أي اتفاق في قضية اللاجئين. عما اتفقنا؟ قلت أنه بما أننا لم نصل إلى اتفاق نهائي فلا نستطيع أن نقول أننا اتفقنا. لا أستطيع أن أقول أن هناك في الجانب الفلسطيني من وافق على بيلين أبو مازن، أو في الجانب الفلسطيني هناك من لم يوافق على بيلين أبو مازن. أستطيع أن أقول شيء واحد: في أيار 2000 وصل إلى البلاد مستشار الأمن القومي لكلينتون موفدا عن كلينتون. كان هناك عشاء عند السفير الأمريكي في إسرائيل. قال لنا، قال لي ولأبو مازن: هل أنتم مستعدون لتبني ورقة بيلين أبو مازن؟ كلينتون يريد أن يعرف ذلك. أنت تعرف أبو مازن؟ قال يوسي: أجبه أنت. قلت: أنا غدا أصل إلى هذا الاتفاق. أنا أعتقد أن الورقة جيدة وأنا مستعد لتطبيقها غدا. سأل السيد عباس: ما رأيك؟ عباس أجاب: أنا أفكر كيوسي. كانت هذه اللحظة الوحيدة في التاريخ كنا نحن أمام جهة رسمية أمريكية وقلنا أننا ملتزمون لهذه الورقة، ولكن ما عدا ذلك، وحتى هذه المحادثة لم تكن موثقة، ولكن ما عدا ذلك لم تكن لحظة كهذه. لذلك لا أريد أن أقول أن الفلسطينيين وافقوا على بيلين أبو مازن أو أننا وافقنا على بيلين أبو مازن. ما أعرفه هو أن بعد اغتيال رابين عرضت الورقة على شيمون بيريس الذي كان رئيس وزراء مكلف. قلت له لنضع هذه الورقة في صلب الانتخابات المبكرة.
وبيريس قال ربما سنرجع الانتخابات وسنطرح هذا، ولكن الوقت ليس مؤاتيا من وجهة نظر بيريس. والورقة قتل على عكس اتفاق أوسلو الذي كان اتفاقا رسميا ولم يمت. لأسفي أنني أردت أنه أن يموت كاتفاق مرحلي. الاتفاق بيني وبين أبو مازن توفي لأن بعد هذا الاتفاق كانت هناك أوراق أخرى وأوراق أكثر استراتيجية من قبل الطرفين، وإحدى الورقات هي مبادرة جنيفا. حتى في المفاوضات التي قادها وزير الخارجية الأمريكي كيري ومفاوضات أولمرت أبو مازن، الطرفان ذهبا أبعد من ورقة أنا وأبو مازن. قبل أن نتحدث عن طابة وتوقيع اتفاقية جنيف، من هي الشخصية الأمريكية التي التقيتم بها مع أبو مازن؟ هل كانت شخصية رفيعة المستوى؟ لم تكن هناك أي شخصية أمريكية ترافقنا. الجانب الأمريكي لم يكن مطلعا على الورقة. لم تكن هناك أي معلومة أمريكية حول اتصالاتي مع أبو مازن، والجانب الأمريكي لم يسألني. بعد أن انتهينا قمنا بإبلاغ دينيس روس، ولكن إذا ما سألتني من هي الشخصية الأمريكية الأكثر قربا إلى العملية والتي أرادت بالفعل الوصول إلى اتفاق ولم تكن شخصية أحادية الجانب، كان دان كيرتسر الذي كان سفير الولايات المتحدة في مصر ومن ثم سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، والذي كان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. هو كان الشخص الأمريكي الأهم والأبرز الذي كان يرغب بالوصول إلى حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ولا يرى الحل من منظور طرف واحد. نعم، قبل أن أطوي صفحة تفاهمات بين أبو مازن بسؤال صغير. صحيح أن صفقة القرن الأمريكية لم يعرض تفاصيلها السياسية بعد، ولكن بقراءة ما رشح عن الإدارة الأمريكية بقرارات تعلقت بالاعتراف بالقدس ووقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، هناك من يرى بأن ما تحمله هذه الصفقة أو ما حملته القرارات الأمريكية مرتبط بشيء أو بآخر بما جاء في تفاهمات بيلين أبو مازن. كيف ترد على من يقول بأن هذه الصفقة أو ما رشح عن الإدارة الأمريكية مرتبط بتفاهماتك مع محمود عباس؟ كيف لي أن أعرف؟ لا أعرف. الإدارة الأمريكية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوقفت الدعم لوكالة غوث وتشغيل لاجئين. في المبادرة أو تفاهمات بيلين أبو مازن كان الحديث يدور عن إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وإقامة هيئة دولية جديدة. حتى فيما يتعلق بالقدس كان يجب أن يكون هناك اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على جزء كبير من مدينة القدس. هذا صحيح، ولكن كان عليهم أن يعترفوا أيضا بالقدس كعاصمة فلسطين. لا يمكن فقط الاعتراف بطرف واحد وعدم الاعتراف بطرف الآخر. لذلك المبادرة الأمريكية لم تستند إلى بيلين أبو مازن. في أونروا كان متفق عليه وعلى أبو مازن، وفي جنيفا كان متفق أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام كان يجب إلغاء الأونروا، لأنه لا يعقل أن بعد حل القضية أن تبقى وكالة غوث اللاجئين. ما قام به الأمريكيون هو أمر لا يغفر له. هم لم يجدوا حلا آخر للاجئين، ولكنهم قاموا بإلغاء أونروا. بعد ذلك في فترات معينة كما ذكرت كان هناك مبادرات غير رسمية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كان هناك مفاوضات طابة الفلسطينية الإسرائيلية في مصر، كان هناك محاولات جنيف كما ذكرنا. لماذا برأيك كل طابة زي هذا رسمي؟ نعم طابة كان رسميا. صحيح. لماذا كل هذه المحاولات سواء الرسمية أو غير الرسمية لم تؤتي أكلها في نهاية المطاف، على الرغم من مرور سنوات تلو السنوات ووجود شخصيات كانت نوعا ما ستقبل بما طرح؟ أنا لا أعرف ما الذي أدى إلى ذلك. أنا أستطيع أن أقول لك أنه كانت هناك لحظات كثيرة في المفاوضات، كانت هناك لحظات خالية من النية الحقيقية، وأنا
أقصد هنا بالأساس مفاوضات كيري خلال حقبة نتنياهو. الهدف الحقيقي كان كسب الوقت، هذا هو السبب الذي يجعل أبو مازن لا يريد العودة إلى مفاوضات مع نتنياهو، لأنه يعرف أنه يهدي نتنياهو عنصر الوقت ليكسب الوقت، وأن أو أبو مازن لا يريد أن يمنح ذلك لنتنياهو. في فترة نتنياهو حينما كانت هناك مفاوضات، نتنياهو لم يكن جاد في رغبته الوصول إلى اتفاق. لماذا فشلنا في كيم ديفيد؟ الفلسطينيون لم يفكروا آنذاك أن الفرصة مناسبة للوصول إلى اتفاق، والإسرائيليون الذين كانوا متحمسون لم يعرضوا لم يكونوا كرماء في اقتراحاتهم ومقترحاتهم للفلسطينيين. باراك من الناحية الشخصية اعتبر أنه يعطي كل شيء للفلسطينيين، ولكن ضم 10% من الضفة الغربية وليس حل. نحن في مبادرة جنيفا وصلنا فقط إلى ضم 22% من أراضي الضفة الغربية مقابل تعويض كامل بتبادل أراضٍ. أنا أعتقد أن أقل من 100% من الأرض للفلسطينيين، هذا غير عادل وغير منصف أن تعطي ذلك للفلسطينيين، أن تعطيهم 100% من الأرض، هذا حقهم. لماذا فشلت مفاوضات طابة الرسمية؟ هل موضوع اللاجئين والقدس هو ذات الموضوع الذي أفشل ما كان سابقا ويفشل ما يكون وسيكون في المستقبل؟ اللاجئون لم يكن الأمر الذي أفشل طابة، على العكس، في ملف اللاجئين توصلنا إلى تقدم كبير، لم نصل إلى اتفاق. كان آنذاك نبيل شعث الذي ترأس اللجنة من قبل الفلسطينيين، وأنا ترأست اللجنة من جهة الإسرائيليين، توصلنا إلى تفاهمات مبدئية، لم نصل إلى أرقام، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي حول الرواية. طابة كانت في اللحظة الأخيرة، كنا نعرف أننا نجري مفاوضات بينما هناك انتخابات مبكرة بعد أسبوعين، استطلاعات الرأي أظهرت أننا لن نفوز بالحكم. إذا ما سألتني بنظرة إلى الوراء، كان خطأ التوجه إلى طابة بهذه المرحلة المتأخرة. أنا كنت مع الفكرة آنذاك لأنني أردت أن نصل إلى اتفاق كان بإمكاننا أن نعرضه في الانتخابات، ولكن حقيقة لا يمكن إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة. ديسمبر عام 2003 توقيع اتفاقية جنيف غير الرسمية، لماذا لم يقبل للمستوى الرسمي الفلسطيني ولا المستوى الرسمي الإسرائيلي بما جاء في هذه الاتفاقية التي قيل إنها جمعت ما بين جميع ما جرى من قرارات مجلس الأمن الدولي ومن تفاهمات بين الطرفين؟ على المستوى الإسرائيلي كان شارون في الناحية الإسرائيلية. أن تقول هذا لشارون يعني أن تقول لمسلم أن يأكل الخنزير. هذا كان شارون كان يسمينا خونة أننا ذهبنا لإجراء مفاوضات. هو سمى رئيس أركان سابق شاخك وقادة شباك سابقين بأنهم خونة. في الجانب الفلسطيني علي أن أقول أن عرفات أرسل جبريل رجوب إلى جنيفا لكي يطرح الموقف الفلسطيني. القيادة الفلسطينية لم تتبنى مبادرة جنيفا، ولكنها حيت ورحبت بمبادرة جنيفا، وهذه هي المرحلة قبل تبني القرار. طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي هو الذي أحبط مبادرة جنيفا حتى قبل أن يقرأها. أنا سعيد أن الجمهور بنسبة كبيرة وافق على مبادرة جنيفا رغم أننا توصلنا إليها في أوج الانتفاضة، لكن حينما كشارون في رئاسة الحكم لم يكن لهذه المبادرة أي فرصة. وقال في 16 من أبريل 2004 شارون يجري مقابلة مع نيويورك تايمز ويسألونه لماذا أنت تفكر بانسحاب أحادي الجانب من غزة، قال رأيت مبادرة جنيفا وكان علي أن أطرح مبادرة مني لأصد الطريق عن مبادرة جنيفا. هو لم يخجل أن يقول أن بسبب خوفه من اتفاق سياسي ثنائي ذهب إلى خطوة أحادية الجانب. حتى استطلاعات الرأي في تلك الفترة أشارت إلى أن أكثر من 50% من الإسرائيليين وحتى الفلسطينيين يوافقون على ما طرح في جنيف. لا لا
لا ده لو المسبار هذا ليس الرقم الرقم الذي أذكره كان 39% من الإسرائيليين أيدوا مبادرة جنيفا وكان هناك نسبة عالية عند الفلسطينيين ولكنه لم يكن أغلبية في مبادرة جنيفا كانت هناك سيادة فلسطينية على الحرم الشريف بالنسبة للكثير من الإسرائيليين هذا أكثر مما هم مستعدون له ولكن بما أن الأمر كان جزء من رزمة واسعة ومتكاملة كانت هناك استعداد كان هناك استعداد لقبوله نعم طيب فيما بعد لماذا انتقلت من حزب العمل الإسرائيلي الذي بدأت فيه كمتحدث باسمه في فترة أواخر السبعينات إلى حزب ميرتس؟ السبب الرئيسي كان سببا واحدا ذهاب أستاذي شيمعون بيريس لحكومة بقيادة شارون في العام 2001 تحدثنا كلانا أمام مؤتمر حزب العمل كل محطات التلفاز من العالم كانت حاضرة وقلت له أنت تبيع السلام وتبيع جائزة نوبل أنت تريد منح شالوم شارون الغطاء وأن تكون فقط شماعة لشارون أنت تعرف شارون ولم أكن أستطيع شارون أرسلي مستشاره ورئيس مكتبه دوبي فايكسلاس وطلب أن أبقى في الحكومة قلت أنني لن أجلس بحكومة يرأسها شارون شارون بالنسبة لي لا يستحق الترحاب أنه انسحب من قطاع غزة هو انسحب من غزة ليصد الطريق على اتفاق سياسي إسرائيلي فلسطيني أنا في ميرتس قلت دعمنا خطة الانسحاب رغم أننا لم نحبها لأننا أردنا أي شيء يجلب إنهاء الاحتلال قلت لشارون لماذا تقوم بذلك قال لي لأنني لا أثق بالعرب قلت له شارون أنت يمكنك أن تقول أنني لا أؤمن بالسيدات أو لا أؤمن باليهود ماذا تتحدث أنت تتحدث كآخر الناس في السوق الشعبية لا يمكن أن نقول لا أثق بالشعب الناس يقولون ذلك ولكن أن يقول هذا رئيس وزراء إسرائيل قال لي هذا الفرق بيننا أنت تفكر أنه يوجد فرق بين منظمة التحرير وبين حماس كلاهما نفس الشيء نعم لماذا اعتزلت الحياة السياسية فيما بعد؟ لا أعرف هذه ليست نكتة ولكن كان هذا تعهد شخصي رسالة الدكتوراه الخاصة به هو حول السن المعمول به في السياسة أنا كنت أدرس الطلاب وهو أمر مهم حتى اليوم حينما ترى القادة الذين يبلغون 70 و80 ويتنافسون على الرئاسة في الأمم المتحدة هذا سؤال يكرر ذاته وأنا رأيت كيف في الكثير من المواقع هناك قادة يقنعون أنفسهم أنه لا يمكن استبدالهم هم يقولون أنهم يرغبون أن يلعبوا مع أحفادهم ولكنهم مقتنعون أنهم مرسلون نتنياهو لا يفكر أنه يضر بالدولة على العكس هو يفكر أنه يخدم الدولة أنا قلت أنه في سن 60 إذا ما لم أكن رئيس وزراء سأخلي مكاني وأعطي الفرصة للشباب الذين يعرفون كل شيء اليوم الجيل الشاب جيل الفيسبوك والواتساب الأمور التي لا أفهمها أنا هم يفهمون العالم اليوم بشكل أفضل مني عليهم استبدالي والتعهد الذي أطلقته لنفسي تعهدته لنفسي قمت بتنفيذه وأنصح بذلك الآخرين أختم معك بهذا التساؤل أوسلو أصبحت أساس للعلاقة ما بين إسرائيل والفلسطينيين لماذا أصبحت تدعو الرئيس محمود عباس إلى نبذها وتسليم مفاتيح السلطة الفلسطينية لماذا تدعو إلى هكذا فكرة بعد سنوات طويلة وكثيرة من توقيع هذه الاتفاقية أنا أعتقد منذ زمن طويل أن الذي حدث هو أن اليمين في إسرائيل وربما عناصر معارضة لأوسلو في الجانب الفلسطيني يقولون أنه
يجب الاستفادة من هذا الوضع. من ناحية إسرائيل هناك تعاون أمني، العالم يدفع اقتصاد يمول الاقتصاد الفلسطيني، وهناك هدوء نسبي. وبالنسبة لليمين الإسرائيلي هم لديهم أقل من 40% من الحكم الذاتي، وكل ليلة يدخل الجيش الإسرائيلي إلى هناك. لا يوجد أفضل من ذلك من وجهة نظر اليمين. لذلك قلت للفلسطينيين أنكم تمتلكون سلاحا واحد حقيقي وفعال، وهو أن تقولوا للعالم أنه بعد فترة من الزمن نصف عام مثلا أننا سنقوم بحل السلطة الفلسطينية وطبق منظمة التحرير الفلسطينية. نحن لا نعالج القضايا اليومية، لا الصحة ولا مياه الصرف الصحي وكل هذه الأمور الحياتية، لتتولى إسرائيل هذه الأمور، وأننا ننسحب من الاتفاق. هذا هو الأداة الذي بواسطته يمكن زعزعة العالم. أنا أعرف أنني ألعب بالنار، والناس قالوا لي هذا ما تبقى لدينا، لا تطلب منا أن نتنازل عن آخر ما تبقى لنا، وأنا أفهمهم. ولكن حسب رأيي هذا الاتفاق تحول إلى ممر بدل من أن يكون هو البيت. دعونا وإياكم المشاهدين دكتور يوسف ننتقل إلى فقرة بكلمة واحدة. أعرض عليك بعض الشخصيات وأنت ترد بكلمة أو بجملة واحدة، ونبدأ ببنيامين نتنياهو. خسارة على كل هذه السنوات التي أمضاها كرئيسا للوزراء. إيهود باراك. بوتنسيال أدير. فرصة كبيرة، عمل الكثير من الأخطاء. شيمون بيرس. هو الشخص الذي كنت الأقرب إليه من أي سياسي آخر، وتعلمت منه الأمور التي يجب فعلها والأمور التي لا يجب فعلها. إسحاق رابين. العلاقات بيننا لم تكن جيدة، وأنا بكيت بعد وفاته كما لم أبكي على وفاة أي شخص آخر. ياسر عرفات. منيك خاريزماتي. زعيم كاريزماتي. أنا لا أعرف لماذا، ولكنه اتخذ قرارا حقيقي للوصول إلى اتفاق وأهدرنا هذه الفرصة. محمود عباس. رجل عزيز يؤمن بالسلام. فلسطيني قومي لا يحبنا وهو لا يجب أن يحبنا، وأنا أعتقد أنه يجب استغلال كل لحظة يبقى فيها على قيادة الفلسطينيين للوصول إلى اتفاق معه. محمد دحلان. محمد دحلان هو رجل كنت أعرفه. أعتقد أنه رجل مميز، وأنا آسف أنه بعيد اليوم من مركز صنع القرار. أختم معك بدونالد ترامب. كارثة أن هذا الرجل هو زعيم الولايات المتحدة وزعيم العالم الحر. كارثة حقيقية. دكتور يوسف بيلن الوزير الإسرائيلي الأسبق وأحد مهندسي اتفاقية أوسلو من الجانب الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم حديث آخر. نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.